صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيا أيها الإخوة المسلمون، نحن كأمة مسلمة سنحيا وسنموت وسنبقى بإذن الله رب العالمين ملتزمين بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فيا أهلنا، إذا أردنا الهداية لأنفسنا فعلينا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا الخير لأنفسنا في الدنيا والآخرة فعلينا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا العزة والنصر والكرامة فعلينا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والويل لنا، الويل لنا إن أعرضنا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كنا من المعرضين فأخشى ما أخشى أن تنالنا تلك العقوبة القرآنية التي يقول الله تعالى فيها: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أخشى ما أخشى إذا كنا معرضين عن كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لنا ذاك الحكم النبوي الذي يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام عن ربه جل جلاله: من عرفني وعصاني سلطت عليه من لا يعرفني. فيا أهلنا، نحن في فترة من الزمن كثرت فيها مصائبنا وكثرت فيها أحزاننا وكثرت فيها آلامنا، وأصبح الكثير منا في حيرة، لا بل أصيب البعض منا باليأس، لا بل أصيب البعض منا في تيه أسود لا نهاية له. إن أردنا الخروج مما نحن فيه فما علينا إلا بالعودة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، جاءنا القرآن الكريم نورا من الله، وجاءتنا السنة النبوية نورا من الله. ولذلك القرآن الكريم هو الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه. يقول الله تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. القرآن الكريم هو المعجزة الأبدية، ما دامت الدنيا تتحدى كل خلق الله وتعتبر دليلا دامغا معجزة ساطعة كسطوع الشمس على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك حكاية لطيفة مفيدة عن أحد شعراء العرب كان يسمى لبيد، وكان من أبلغ شعراء العرب. قيل عنه أنه كان من أصحاب المعلقات العشر التي علقوها على أسطار الكعبة. يوما
مكة المكرمة، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإسلام. هذا المدعو لبيد الشاعر البليغ الفصيح أخذ مجموعة من أبيات شعره ووضعها على أسطار الكعبة يتحدى من يأتي بأفصح منها، من يأتي بأبلغ منها. فسمع بذلك أحد الصحابة رضي الله عنهم، فماذا فعل هذا الصحابي؟ أخذ مجموعة من آيات كتاب الله ووضعها بالضبط بجانب أشعار لبيد. ثم ماذا حدث؟ جاء لبيد يرى النتيجة، هل من تحدى؟ هل من مبارز في فصاحته وبلاغته؟ فقرأ آيات القرآن الكريم، قال ما هذا؟ من قال هذا؟ أي بشر؟ أي بلاغة؟ أي فصاحة؟ من هذا البليغ الفصيح؟ وقيل له لا، هذا ليس كلام بشر، هذا كلام الله تعالى. فذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ووقف بين يديه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بعد ذلك يا إخوة ما قال شعرا في حياته، تاب عن الشعر تأدبا مع القرآن الكريم. يقال إنه قال بيتا واحدا حتى مات بعد إسلامه، لقد قال الحمد لله الذي لم يأتني أجلي حتى كساني من الإسلام سربالا، وبقي مع القرآن يتلو القرآن حتى لقي الله تعالى. هو الحق، هو النور، هو المعجزة، هو العزة، هو الذي يقول لنا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ما تريدون العزة؟ هاكم الطريق إلى كتاب الله. أتريدون أن تكونوا كما قال عن القرآن الكريم كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ هاكم الطريق إلى القرآن الكريم. أتريدون أن تكونوا كما قال الله تعالى عن الفئة المؤمنة الصالحة وعن الأنبياء في قوله تعالى جل جلاله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون؟ تريدون أن تكونوا قافلة نور للإسلام، قافلة نور للعالمين، قافلة نور لكل الكون؟ أقم الطريق إلى القرآن الكريم. تستوقفني قصة طريفة مفيدة عن امرأة وليس عن رجل، إنها الخنساء. كانت في جاهليتها كانت بليغة فصيحة لدرجة أن كل شعراء العرب في الجاهلية رغم فصاحتهم وبلاغتهم قد اتفقوا أن تكون حكما بينهم في شعرهم. كانت تسمع الجميع ثم تحكم، أنت المرتبة الأولى وأنت المرتبة الثانية وأنت المرتبة الثالثة، لفصاحتها وبلاغتها وعلو كعبها في معرفة اللغة العربية. فماذا حدث؟ شاء الله ووصل إلى أذنيها بعض آيات القرآن الكريم فأسلم وتركت الشعر. ما قالت بيت شعر واحد بعد إسلامها. كان يقال لها إيه يا خنساء أيسمعين؟ فكانت تقول أتريدون أن تسمعوني؟ أما كفاكم سورة البقرة؟ أما كفاكم سورة آل عمران؟ الله أكبر، الله أكبر. من ضاق صدره وأراد أن ينشرح فعليه بالقرآن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
لتكن مشاكلنا ما تكون، لتكن همومنا ما تكون، لتكن آلامنا ما تكون، إن ضاقت الصدور، إن أردتم الفرج، إن أردتم الانشراح، إن أردتم تجديد الأمل والهمة، فعلينا بالقرآن الكريم. وتعس من حارب القرآن الكريم، تعس وانتكس في الدنيا والآخرة. يحدثنا التاريخ الإسلامي، يحدثنا التاريخ الإسلامي أيها الإخوة، عن رجل كان في حياته قريبا من الفرق الباطنية، تلك الفرق التي أظهرت الإسلام وحملت في داخلها العداء للإسلام، ولذلك سميت الباطنية الفرق الباطنية، لأنها تظهر بعكس ما تخفي. ذاك الرجل الذي كان قريب من تلك الفرق الباطنية عرف في الأدب العربي القديم باسمه المشهور ابن المكفع، فجاءته تلك الفرق، قالوا له اسمع يا ابن المكفع، خذ مالا، خذ ذهبا، خذ فضة، خذ دنانير، خذ ضمرا، أكياس كما ترغب بشرط. قال لهم ما هو؟ قالوا له أنت البليغ الفصيح، أنت المتكلم، أنت الذي يعرف أسرار اللغة، نطلب منك فقط أن تكتب لنا كتابا يشبه القرآن الكريم حتى نفسد على المسلمين دينهم. قال لهم وقت، قال له خذ ما تشاء من الوقت. فاعتزل هذا المجنون الناس وحبس نفسه في بيته وأحضر الأوراق والأقلام ومنى نفسه أنه بعد أشهر معدودات سيخرج بكتاب كبير ينافس القرآن الكريم. ثم بدأ وكتب الورقة الأولى، قرأها فقال لا لا، هذه ورقة سخيفة لا يمكن أن تكون في مستوى القرآن، فمزقها. ثم كتب الورقة الثانية، قال هذه، فأعاد قراءتها، قال لا مستحيل، أين هي من القرآن؟ هذه لا شيء، فمزقها. ثم كتب الورقة الثالثة، قال الآن سأخرج على الناس. قبل أن يخرج قرأ الورقة الثالثة، قال ما أخبرني، هذا ينافس القرآن، مزق الورقة الثالثة. ظل في بيته أيام وهو يكتب ويمزق حتى كادت الأوراق أن تدفنه. فجاءهم القوم أصحاب الذهب والفضة والدولار واليورو، قال دخلوا عليه يا ابن المكفع، فلما فتح لهم الباب وجدوه كاد أن يغرق، أجركم الله بسبات الأوراق. قال ويحك، ما هذا؟ هل كتبت شيئا؟ ورفع يديه وقال أنا أستسلم، هذا كلام الله العظيم، أنى لي أن أتحدى القرآن الكريم. هذا ديننا، هذا قرآننا، يعلو ولا يعلى عليه، حج على الحكام وعلى الملوك وعلى الظالمين وعلى المظلومين وعلى المؤمنين وعلى الكافرين وعلى المحتلين وعلى الأحرار وعلى الضائعين وعلى كل البشرية. قرآننا حج على الجميع، قرآننا حج على الجميع. كم تطربني تلك القصة، وكم أرغب دائما أن أحدث بها حتى أجدد من خلالها إقبالنا على كتاب الله تعالى. تلك قصة عالم كبير اسمه مشهور في كل الأرض، كان اسمه موريس بوكاي، كان عالم فرنسي، كان يحمل أكثر من شهادة دكتوراه، كان بطل المؤتمرات العلمية في كل العالم، أي مؤتمر هام علمي كان يدعى إليه، اسم كما يقال يسبق المسمى في كل العالم.
ماذا حدث؟ كان هناك قرار عند معهد دولي أن يختاروا اسما لامعا علميا ليكتب لهم تقرير علمي دقيق عن جثمان فرعون أو ما يسمى باللغة العربية المومياء، مومياء فرعون. فسألوا أنفسهم: من هذا الفارس المغوار؟ ألا يمكن أن يكتب هذا البحث العلمي الدقيق؟ قالوا: ما لنا إلا أن نذهب إلى موريس بوكاري. فذهبوا إليه وكلفوه بالمهمة، وطبعا وافق. وفي تلك الأيام التي وافق فيها كان معروفا بعدائه للإسلام. سبحانك يا رب. بدأ بكتابة بحثه العلمي عن مومياء فرعون، وأخذ يكتب تقرير علمي دقيق، بحث علمي دقيق، وهو يكتب: اصطدم في ظاهرة تحير منها ولم يجد جوابا وكاد أن يتوقف عن كتابة ذاك البحث العلمي. تدرون ما هي؟ وهو يكتب طبعا وجد مومياء فرعون في احد الاهرام، ولكن وجد في داخل احشائه بقايا من ملح البحر. قال: عجيب. واحد في اطبيه هرم، ما الذي جاء بملح البحر الى امعائه؟ ما وجد جوابا ابدا. فتحير، ويبدو انه سال واستبصر واراد ان يستعين بصديق كما يقال. وقيل له: اسمع يا موريس بوكاري، انت موريس بوكاري على راس عيني، لم تجد جوابا الا في كتاب المسلمين القران الكريم. فذهب وأخذ يقرأ ماذا كتب القرآن الكريم عن فرعون، فوقف عند قوله تعالى: واسمعوا يا معشر المسلمين، يا أصحاب القرآن، وين المشامة؟ اسمعوا. موريس بوكاري عاد يقرأ عن فرعون في القرآن الكريم، فوقف عند قوله تعالى عن فرعون: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن بعدك آية. كم ركعتي؟ قال: خرجت. إذا فرعون كان قد غرق في البحر، وقد أخرجه الله ليكون آية لمن بعده. وهكذا دخل ملح البحر إلى أحشائه. أسلم موريس بوكاري وكتب كتابا مشهورا في الأسواق اسمه القرآن والإنجيل والتوراة. يقول في جملة أساس هي كما يقال العمود الفقري لهذا الكتاب، يقول عن هذه الأسماء الثلاث، هذه الكتب السماوية كما يقول دخلها التحريف إلا القرآن الكريم، لا يزال كما أنزل من عند الله تعالى. على فكرة مات قبل وقت قصير رحمة الله عليه، مات قبل وقت قصير، هو القرآن العظيم. بيدك، ما معنى بيدك القرآن؟ معناها بيدك معجزة يا بطل. انت يا كبضاي، انت معك القرآن، معنى ذلك بيدك معجزة تتحدى فيها كل الظالمين، تتحدى فيها كل المشككين، تتحدى فيها كل الدنيا. انت بالقرآن اقوى من كل الباطل مهما كان عددا وعدا. انت بالقرآن اعلى واعلى واعلى من كل تفاهات الدنيا ومغرياتها. سأقول لكم قصة
عن ثقه لا يزال حيا. قد تتعجبون او لا تتعجبون فانتم احرار، وقد تتساءلون او لا تتساءلون فانتم احرار. ولن احدث عنها الا بقدر ما اطيق، ولعل الوقت القادم علينا سيعطيني فسحة أن أتحدث أكثر مما سأقول الآن. ولكن اسمعوا جيد. القرآن أعظم من كل الحواجز، الحواجز العسكرية وحواجز الحدود وحواجز المحتلين وحواجز الإعلام المضلل الخداع المحرض. القرآن يتخطى كل حدود القارات بدون استثناء، يدخل إلى كل المجتمعات بدون استثناء، ليكن مسلم، ليكن نصراني، ليكن يهودي، ليكن عربي، ليكن أجنبي، ليكن أمريكي، أوروبي، أفريقي، آسيوي. القرآن يدخل إلى الجميع، لا يستثنى أحد، لأنه كتاب الله. فقط قصة أقول ما أطيق أن أقول، فقط ما أطيق أن أقول عنها، ولها بقية. متى سأحدث؟ هذا في علم الله. اسمعوني جيدا. حدثني الثقة الذي لا يزال حيا كالتالي. هنا في إحدى البقاع من بقاع أرضنا المباركة، بيت المقدس وأبناء بيت المقدس، في هذه البقعة وبطلت القصة حية حتى الآن. ما ماتت في هذه البقعة المباركة، في بيت متدين يهودي، عندهم بنت أقبلت على قراءة كتب الديانة اليهودية كما هي بين أيديهم الآن، التي أؤمن أنها محرفة طبعا، ولا مجاملة في العقيدة، صح ولا لا؟ ما في مجامل. أقبلت على قراءة هذه الكتب بنهم كما يقال، بشرف، بعد قراءة طويلة لسنوات وصلت إلى نتيجة. إيش قالت؟ قالت: هذه الكتب التي بين يدي محرفة. لماذا؟ لأنها لما قرأت هذه الكتب وجدت أن هذه الكتب اليهودية تقول أن سيدنا موسى كليم الله من كل العزم، من الرسل الخمس الأوائل المنتجبين من كل أنبياء الله والمرسلين الذين قيل وصل عددهم إلى 140,000، من أول خمس منهم. هذه الكتب تقول عنه أنه أخذ الألواح من الله ويا طبول لا تنهد، بدأ يكسر فيها. قالت: مستحيل هذا أن يصدر عن كريم الله، معقول؟ مستحيل. فقالت لنفسها: إذا كان هذا الباطل فأين الحق؟ سؤال مهم، إذا كان هذا الباطل أين الحق إذن؟ فاندفعت تسأل، زي قصة أخونا موريس بوكاي الله يرحمه. فاندفعت تسأل، فقيل لها: إن أردت جوابا تجرري وتحرري من عقد العصبية والعنصرية، تحرري من هذه العقد واقرأي القرآن. فعادت إلى القرآن الكريم ووقفت عند قول الله تعالى، وهو يتحدث عن سيدنا موسى لما تلقى الألواح، وجدت النص القرآني يقول مش كسر الألواح. إيش بيقول القرآن الكريم عن سيدنا موسى في هذا المشهد؟ ماذا يقول؟ يقول سيدنا القرآن يقول عن سيدنا موسى أنه إيش؟ ألقى الألواح، ما كسر الألواح. فقالت: هذا هو الحق. فأسلمت، أسلمت حطت ايش؟ خطوط تأكيدا على ما أقول، أسلمت. فماذا حدث؟ طبعا أصبح إسلامها جهرا ليس سرا،
فراودها أهل بيتها عن نفسها حتى تعود عن الإسلام. قالت لا والله هذا الدين الحق. يا بني ارجع. أبدا هذا الدين الحق. هددوها مارسوا عليها الإغراء والتخويف. قالت أبدا هذا الدين الحق. فبعد ذلك قيل أنها مجنونة. وبعد ذلك مرة واحدة وجدت نفسها بأنها أسلمت في مستشفى أمراض عقلية. وثبتت. ومضى عليها هذا الابتلاء الطويل. لقد شرح الله صدرها للحق. ولم تتراجع. فظلت على موقفها. وبعد أن خرجت من ذاك المعتقل تحتسب أنها مجنونة. كان المعتقل ادعى أنها مجنونة. لما خرجت من ذاك المعتقل قالت لمحدث يأفقه. قالت له اطمئن لازلت على الإسلام. وماذا قالت؟ قالت قولا غريبا عجيبا ستستغربون وتتعجبون. بعد أن قالت له اطمئن أنا على إسلامي. قالت له أعلم أنني أعرف عن 40 من صواحبي الآن هن قد أسلمن سرا. لا يجرؤن أن يجهرن بما أقول حتى لا يتعرضن إلى ما وقعت به. الكثير ينتظرون قيام الخلافة الإسلامية حتى يعلنوا إسلامهم. الكثير ممن عاشوا كان بعضهم قد أسلم سرا وخبأ إسلامه واكتشف بعد أن مات. الدنيا يوم أن تفرح بالخلافة ستتغير الأوضاع وسيتغير وجهها. ستعيش كل الدنيا بالقسط والعدل وستتحرر من الجور والظلم ومن الإكراه الديني الذي يعذب الكثير من الناس بشكل عام لأنهم بدأوا يجرؤون على دخول الإسلام. لذلك أقول لكم قصتي طويلة مع هذا السرد الذي بدأته ويحتاج إلى ساعات وساعات وساعات لا بل أيام الله أعلم حتى أمر عليه ولن أبيه حقه. ولكن أقول لكم اطمئن. أين نحن الآن؟ قد يقول لي قائل نحن في عام 2013. هذا جواب صح ولكن ليس عن هذا أسأل. أين نحن الآن؟ قد يقول لي قائل نحن في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. هذا جواب صح ولكن ليس عن هذا أسأل. قد يقول لي قائل نحن الآن في مأساة المسلمين في كل الدنيا يذبحون يقتلون طرفا للنساء يبدا بالأطفال يجوعون يشردون في الخيام. أقول له نعم ولكن مع كل ذلك مع أننا في عام 2013 في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس مع أننا في بحار من الهموم والدماء والآلام والأرامل والأيتام والمشردين والجائعين والسجناء والمغتصبات والصارخات والثكالى التي تنادي وسط الليل وإسلامه. مع كل ذلك أقول لكم اطمئنوا يعلم الله أنه ما بقي إلا زمن الله يعلم بيننا الآن وبين ما سأقول وهو اطمئنوا نحن الله أعلم في مرحلة سننتقل فيها من مرحلة اليوم إلى مرحلة غد. مرحلة اليوم سماها الرسول عليه الصلاة والسلام ومرحلة غد التي أبشر بها سماها الرسول عليه الصلاة والسلام. قد يقول لي قائل ما هي استعجل
لماذا تستعجل؟ سأضع بين يديك الحديث النبوي الشريف الصحيح الذي يجيب على كل ذلك، فاسمعوا جيدا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. أين نحن الآن؟ المرحلة الأولى النبوة كانت ورفعها الله. المرحلة الثانية الخلافة الراشدة كانت ورفعها الله. المرحلة الثالثة الملك العاض كان ورفعه الله. نحن الآن في بقية ونهاية وعواشك زوال المرحلة الرابعة، وهي إيش؟ الملك الجبري. هذه المدة الزمنية التي نعيشها، الملك الجبري في النهاية، في آخر وقت قصير من ليالي، من ظلمات زنازين وسجون ومشارق، الملك الجبري. وغدا القريب، غدا القريب إن شاء الله سنكون في المرحلة الخامسة، خلافة على منهاج النبوة. نحن بين يدي الخلافة الإسلامية إن شاء الله. نحن بين يدي الخلافة الإسلامية على منهاج النبوة إن شاء الله. سنوات كم هي؟ الله أعلم، الله أعلم. ولكن أنا مطمئن ومستبشر ومتفائل أنها سنوات قليلة إن شاء الله. ويومئذ يفرح المؤمنون بعودة الخلافة، لا بل ستفرح كل الأرض بعودة الخلافة، ليتحرر كل الناس في كل القارات من ويلات وظلمات المتوحشين الذين امتصوا دماء الشعوب لمصالحهم الاحتلالية العنصرية. وسيسود العدل والكسر إن شاء الله. نعم، بالقرآن إن شاء الله تعالى. أختم وأقول: لكل دولة عاصمة، أين ستكون عاصمة الخلافة؟ لكل دولة عاصمة، أين ستكون عاصمة الخلافة؟ هذا ليس سؤال ثقافي من باب فكر والبحر، لا، هذا سؤال عقائدي. يا بعرف يا بعرفش، تعرف؟ هذا الدليل. بعرفش، جزاك الله خيرا. بعرف دليلك، أنا بعرف. كل دليلك، راو علي، لازم أقول الدليل. الخلاف القادم إن شاء الله عاصمتها هي القدس المبارك إن شاء الله، هي القدس بإذن الله. الدليل، نعم الدليل، الحديث الشريف المشهور: يوما وضع رسول الله عليه الصلاة والسلام يده الشريفة على رأس عبد الله بن حوال الصحابي، وقال له يبشر، قال له يبشر: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة. ما معنى إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة؟ أي أصبحت جذورها، عمودها، أساسها، ركنها في الأرض المقدسة، القدس المبارك.
إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة، فانتظر السلاسل والبلابل والأمور العظام. والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه عن رأسك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ادعوا الله وأنتم مؤمنون جميعا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأطلب هذه الخطبة إن شاء الله بنصيحة، أختمها بنصيحة إن شاء الله، وأقول لكم أيها الإخوة هنا في مدينة يافا ثبتنا الله وإياكم فيها، وثبت مساجدنا وسائر مقدساتنا فيها. أقول لكم هناك إخوة كرام الآن منا ومنكم من بيوتنا وبيوتكم من مدينة يافا الآن يعملون على صيانة مقبرة الكسخان، ويرممون قبر فيها، وهي قريبة على فكرة على بعد أمطار منا. ما أقوله في هذه المقبرة، هناك 4000 قبر من أمواتنا، من أموات أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فتعالوا لنحفظ عليهم حرمة قبورهم، وتعالوا لنحفظ قدسية هذه المقبرة. العواصف من حولنا كثيرة تحاول أن تقتلع مقبرة اليابس، وتحاول حتى أن تهدم البيوت وتجرف المقابر، هذه العواصف. فتعالوا بنا لنثبت هذه المقبرة، لنتعاون سويا على ترميمها مع الإخوة القائمين عليها. أرجو الله أن يعينكم حتى تتقدموا بأموالكم. إن لم تستطيعوا بأموالكم أن تتطوعوا وتشاركوا أعمال الترميم في مقبرة الكسخانة، إن لم تستطيعوا أن تعملوا بأيديكم، على الأقل أن تحضروا إلى بناتكم وتقرأوا سورة الفاتحة على قبور أمواتنا. وهذا أضعف الإيمان. أخي المسلم لا تقف متفرج، لا يجوز. لا تقف صامت، لا يجوز. لا تقف مختبئ، لا يجوز. قل كما أراد الله لك وكما أراد لك الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كونوا شامة بين الأمم، كونوا شامة بين الأمم، شامة حق، شامة خير، شامة نور، شامة إنصار، شامة ثبات، صمود، جذور. هكذا يجب أن نكون. أسأل الله تعالى أن يؤدي أنا وأنتم هذا الواجب مع الإخوة القائمين على مقبرة الكسخانة. عسانا بعد أيام، بعد أسابيع، أن نحتفل سويا بختام ترميم هذه المقبرة إن شاء الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم توفنا مع الأبرار، اللهم اشرح صدورنا بالإيمان، اللهم اشرح قلوبنا بالإيمان، اللهم غذ قلوبنا بالقرآن، اللهم غذ عقولنا بالقرآن، اللهم هذب جوارحنا بالقرآن، اللهم اجعلنا من حملة القرآن الكريم، اللهم اجعلنا ممن يقرؤون القرآن الكريم ويرتلون القرآن الكريم وينصرون القرآن الكريم ويدعون إلى القرآن الكريم يا رب العالمين. يا الله اللهم يسر عسرنا، اللهم فرج كربنا، اللهم انصرنا على من ظلمنا، اللهم ارحم مرابدنا، اللهم ارحم أيتامنا، اللهم ارحم ثكالانا، اللهم ارحم جرحانا، اللهم ارحم أسرانا، اللهم ارحم المشردين فينا يا رب. اللهم عليك بأعداء الله في كل مكان، اللهم عليك بأعداء الله في كل مكان،
عليك بأعداء الله في كل مكان على اختلاف أسمائهم وعلى اختلاف لغاتهم وعلى اختلاف أجناسهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت يا رب العالمين يا الله، يا غياث المستغيثين يا الله، يا أرحم الراحمين يا الله، يا من أمرك بين الكاف والنون يا الله. اللهم استجب دعاءنا ولا تجعلنا عن بابك مطرودين ولا محجوبين ولا محرومين. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا الله يا الله يا الله. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأكرم الصلاة. وصلنا ضيف عجلته سفين عجلته عليه غير المغضوب عليه ولا الضالين.